لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالة الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلاً وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. لا يجلس المؤمن مثل هذه المجالس، لا يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله عز وجل يتكلمون فيها بالباطل يلبسونها ويلبسون معانيها على الناس. لا يجلس مع الذين يحسنون الباطل ويدعون إليه ويمدحون أهله، والعياذ بالله تعالى. إذا وجد شيئا من هذه المجالس فإنه مأمور بالإعراض عنها، وليس ذلك فقط بل ينصح أهلها ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى إن تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر فيجب عليه مفارقة هذا المنكر، وهذا من درجات الإنكار. وإلا لو جلس معهم فإن الإثم يتعدى إليه، وكذا الباطل ربما استقر في قلبه والعياذ بالله تعالى. وقوله: وإما ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول: وهذا يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته، لأن بعض الناس ربما يكون في المجلس الذي جلس فيه شيء من المنكرات وهو لا يفعل هذا المنكر ونحن نعلم ذلك، لكنك إذا جلست والحرمات تنتهك والحدود تتعدى، فإن لم تكن أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأنت شريك في ذلك الإثم. تقول: طيب أنا نهيت فلم ينتهوا وأمرتهم فلم يأتمروا. نقول: من درجات الإنكار مغادرة المكان الذي يفعل فيه المحرم، ليس كما يفعل بعض الناس حينما يجلس على المقاهي تشرب المحرمات مما يشربه الناس في مثل هذه الأماكن من الدخان، وربما زاد الأمر فكان شيء من المخدرات ونحو ذلك، الألعاب المحرمة، وربما كان خوض بالباطل وسب للدين
ولا يعطون الطريق حقها، وكل هذه من المنكرات، فلا يجوز لك الجلوس معهم لأنك بذلك تشاركهم في هذا المنكر، وقل أن تجد من يجلس مثل هذه المجالس ثم هو ينكر أو يغير والعياذ بالله تعالى. لذلك قال هنا: يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. لذلك قال أهل العلم: إذا لم تزل المنكر فزل عنه، أي أن تزول أنت عنه. يقول: هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. فليس النهي المطلق عن الجلوس مع الظالمين والعصاة، وإنما لأجل أن يأمرهم وينهاهم، فإن كان يأمرهم وينهاهم وقد حصل امتثال فهذا أمر فيه له أجر، وإن أمرهم ونهاهم ولم يحصل الامتثال فيجب عليه أن يغادر المكان. لذلك قال هنا: فهذا النهي والتحريم لمن جلس معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه. وتأمل في قول الشيخ رحمه الله: زوال الشر أو تخفيفه، لأنه ربما لا يزول الشر كله، بل يكون النصح والأمر بالمعروف سببا في تخفيف الشر، فهذا من مطالب الشريعة ومما من مقاصد الشريعة. كما يفهم بعض الناس أيضا قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يفهم أن ذلك المقصود به أن يترك الظلم، فلا أمر ولا نهي ولا نصح، ولا لا يجوز الجلوس معهم، ومن جلس معهم فقد ركن إليهم وهو معهم يوم القيامة. هذا كلام غير صحيح أيضا، وتجد أيضا أهل التفسير قد ذكروا أنه لو جلس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لم يزل الشر كله بل كان سببا في تخفيفه، فهذا من مقاصد الشريعة. لذلك قال هنا: ترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى، وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. بعض الناس ربما إذا نصحوا ازدادوا شرا وإثما، الذي يسب الدين مثلا ربما إذا نصحته في نفس الوقت ربما ازداد شرا وإثما وازداد سبا، فيترك ويكون ذلك أمرا واجبا حتى يهدأ، وربما بعد ذلك تنصحه وتبين له أن هذا من الكفر بالله عز وجل، وأنه ينطق الشهادتين مرة أخرى ويدخل الإسلام. نتعلم من هاتين الآيتين خطر الخوض في آيات الله عز وجل، وأنه يصل بعض الناس إلى الكفر عياذا بالله، فالمستهزئين بدين الله المستهزئين بشرع الله سبحانه وتعالى، وبعضهم ربما يطلق النكات في مثل ذلك، أو الذي يستهزئ من أهل الدين لأجل دينهم ولأجل إيمانهم والعياذ بالله تعالى، فهؤلاء على خطر كبير. فإن الذين استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك فيه التحذير من مجالسة هؤلاء المستهزئين الفجرة والقعود معهم، بل الأمر بالإعراض عنهم وأن ينصح لهم وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.